سلام البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس بخير. اليوم جيت نشارك معكم عشايا واش حنطيب اليوم. راهي عندي اختي ضيفه، كنت ندير لها هذا الطاجين خفيف ظريف ونستحق هذا الطاجين. عندي هنا في الطنجره درت الملح، الملح درت لاشي من الاول، درت اللحم داخل الطنجره، درت له شويه زيت كما تعرف الغنمي فيه ليدان بزاف، ونسحق فيه الجلبانه والزروديه. وراني هنايا ريحه البصل، وعندي هنا لي زيبيس اللي نديرهم، دوك نديرهم معاكم. وهنايا راني نفور في البطاطا، عندي بطاطا صغيره هكا مدوره فورتها بالملح، ومن بعد ندير لها لي زيبيس ونحمرها يا داخل الفور يا في المقله بشويه زبده والزيت، باسكو ولادي ما يحبوش البطاطا داخل الجواز. صافي قلت ندير لهم الحيله نحمرها ونحطها لهم مع طاجين الجلبانه، هذا تجي بنينه بزاف. دوك ندير معكم لي زيبيس. هنا نحط البصل هذا اللي ميكسيتو ونخليه يتقلى مليح مليح. ولا حبيتي تزربي في المطيه تاعك ديري في كوكوطه. انا درت في الطنجره، دوك نشوف الا زربني الحال نبدلها الكوكوطه، لا ما زربنيش الحال خليها طيب عقلها تيفو. فوالا نشوفوا لي زيبيس اللي حنديروهم. راح ندير راس الحانوت، ندير راس الحانوت هذا ريحته رائعه. ندير ثاني فلفل الكحل، وانت ديري الزبيس اللي تحبيهم واللي تالي ما فات عود عليهم. عندي هنايا تابل تاع اللحم، هاوليك اسم تاع التابل هذا، فوالا يجي مع اللحم. دير شويه قزبر ملحي، نمد البنه، نمد لنا البنه في الماكله تاعنا. ندير شويه فلفل عكري، انا مانيش حابه ندير لها طوماطيش مصبره ولا حمرا، حبيت نخليها مرقه هكا تجيني شغل نتاع اللحم اللي نديروه هكذا. ونخلو كلشي يتقلى على نار قليله، ومن بعد نزيد ندير له الجزر يتقلى معاه ونمرق ما سخون، لانه اللحم كما نعرفوا لازم نمرقوه بما سخون كيكون متقلي باش ما يجيناش ما يقسلناش في طياب. فوالا هكا ونخليه يتقلى. انا بعد ما فورناها زدتها لي زيبيس تاع البطاطا هامليك. هنايا عندي هاد لي بيس هذايا، هاي لي كفريت فومي سبايسي حاره. ومن بعد كي نجي قرب من نقد ندير صحن تقديم، نجي نحمرها يا في الفور يا ندير شويه زبده شويه زيت في المقله ونحمرها في المقله تجي بنينه. او هنا كيفاش طابنا اللحم تقريبا طاب، جاو تعرى على العظم هنايا. دوك في هذه المرحله نزيد الجلبانه، باسكو الجلبانه ماشي طيب بزاف كيما الاخر كيما الزروديه ولا كيما اللحم. فوالا هكذا ونخليها زيت طيب مليح تجمر، وان شاء الله نتلاقاو. ومن بعد كي نجي ندير البطاطا تتحمر المقله، درت لها شويه الزبده والزيت يسخن مليح ونرمي لها البطاطا باش تاخذ لون. انا ما بصح نديرها في الفرن، بعدا قلت هي نضرب في المقله ليه ليه، ماشي كيما نديري داخل الفرن. مي تاع الفرن تجي بنينه يعني في الحقيقه وتجي صحيه. دير لها شويه زيت زيتون وتزيدي لها اعشاب منسمه وحطيها داخل الفرن تجيك بنينه. انا قلت غندير لها غير هكا برك حاجه خفيفه نورمال. هنا عندي الورقه تاعي قريب طيب بدات تجمر لنا. فوالا نكمل قد قح هكا ونتلاقاو ان شاء الله في صحن تقديم. طاجين الجبنه تاعنا بان ما طاب، جا ما شاء الله. راني حمرت هذيك البطاطا، شوف هنايا ما شاء الله اللحم كيفاش طاب الزبده، شوف برطو اللحم تاع الرقبه الله يبارك ما شاء الله. نديرو له رشه تاع المعدنوس فوالا، درت معاه سلطه نورمال بطراف خيار طوماطيش هادي والحار طبعا. دوك نسقم الطاوله ان شاء الله ونفطروا بصحتنا وبصحتكم. ان شاء الله يعجبكم خياتي الفيديو، ولا عجبكم ديروا تنسونيش بالاشتراك والجيم والبارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم بحول الله.